دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علاما وأظهر لي غميضة المعاني يقينا عندما كشف اللثام سقاني الكاس أفضي من سقاني ألا لله من تلك المدامة وفك القيد من بعد امتحاني وأتحفني بأنواع الكرامة وأوضح في الهوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وحاج الركب لما أنحداني إلى سفح النقاء ما بين راما أجبت له ولم ألوي عناني إلى واش ولا أهل الملامة وحسبي أنني بالباب عاني على الأعتاب لا يوم القيامة سلوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما حضرناهم على خمر الدنان عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى علامة تدل على الرضا في كل آني ولا يخشون عقباها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمامة عسى معهم إلى دار الجنان وساجين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما سجع غمر الحمامة